طيب سيادة الرائد، أنا هرجع لحضرتك وعايزة أسمع، يعني إحنا عايزين نسمع قصص أكتر، مهم إن الناس يوصل لها الصورة بشكل حقيقي. زي ما سيادة اللواء قال، وأنا عايزة أروح معاك للنقطة دي، الموضوع مش بس ضباط، لا في ناس عساكر طبعاً. وأفراد وغيره. خليني أسمع منك، ويمكن كمان بيكون مقبلين على زواج، يمكن أنا سمعت حاجات زي كده من حضرتك برضو، فخلينا نسمع منك القصص دي. طبعا احنا زي ما سيادة اللواء مصطفى، طبعا شرف كبير ان هو يعمل مداخله وانا قاعد. ده استاذ والدي، يعني مش استاذي انا، ما لحقتش، هو استاذ والدي. طبعا زي ما سيادة اللواء قال، احنا ما عندنا روح في الصعقة كده، نظرا لطبيعه المهام اللي احنا بننفذها، في روح خاصه كده. احنا رايحين نموت مع بعض باختصار. احنا ضابط وصف ضابط وجندي، رايحين نموت مع بعض، ورايحين مش راجعين بطيب خاطر، برضا، مبسوطين جدا ان ده اليوم اللي احنا مستنيين. فبتلاقي فينا كل الحالات، يعني بتلاقي زي الضابط حسنين اللي كان خاطب وخلاص فاضل له ايام ويشبك مثلا، وكانت خطيبته من 8 سنين بينهم ارتباط. بتلاقي زي الشاويش ماسة اللي كان بيقاتل بسلاحه وكان خاطب برضه، وكان علشان خاطر الولاد في المكان ما يحسوش بالوحشة، كان بيمسك ألوان ويرسم على الحيطان ورود ويرسم أشكال جمالية فيخرجهم بره الطبيعة الصحراوية. كان رسام، وفي آخر لحظاته رسم بدمه، بس رسم بدمه البلد كلها، مش للأبطال اللي حواليه بس. فطبعا في قصص كتير جدا لو اتكلمنا فيها مش هنخلصها، عشان كده قلت شبراوي وحسنين عرسان، لأن شبراوي كان عنده طفلة ما شافهاش اتولدت تالين بعد ما هو استشهد، وحسنين كان خاطب، وماسة كان خاطب، وخالد المغربي برضو كان متجوز من 3-4 شهور، فكلهم عرسان، هم كلهم بالنسبة لنا عرسان، ودلوقتي هم أكيد عرسان في الجنة.